السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا مزيانين واموركم على خير. رجعت لكم فيديو جديد غادي نشارك معكم فيه تقديم جد راقي لمائدة افطار باواني رخيصة من اكسيون. وصفة ديال بريوش الشهدة ووصفة ديال مسمن تيجي على الشكل ديال رز القادي. وبما انه كيعجبكم هاد الشكل ديال الفيديوهات، فيما كتكون عندي شي عراضه او هكا شي تقديم كنبغي نشاركو معكم باش تشوفوا الشكل اللي قدمت عليه، الاطباق اللي وجدت وكذلك الالوان اللي استعملت. هنايا استعملت الالوان اللي كيعجبوني بزاف اللي هما الكحل، الابيض، الكري والفضي، ودخلت هكا واحد اللمسه ولو بسيطه هكا مغربيه بما ان الطبله يعني كتبان هكا عصريه. وكيف ما كتعرفوني من الطبلات ديالي القدام ضروري ما تحضر عندي اللمسه المغربيه ولو تكون باشياء بسيطه. واحد الملاحظه، بزاف منكم سولوني على داك الطرز الفاسي اللي شاركته معكم في اخر فيديو ديال مشتريات المغرب. ان شاء الله باذن الله قريب غادي نسلي لكم جوله في غرفه النوم فاش غادي نفرشوا، وتما غنذكر جميع المعلومات يعني الثمن القياس وفين خيطته. بالنسبة للمقادير ديال هاد البريوش غنحتاجو 600 غرام ديال الفورس النوعية الممتازة، 5 المعالق كبار ديال السكر، 3 ديال الحليب بودرة، بيضة متوسطة، 7 غرام ديال الخميرة الحلوة، معلقة صغيرة عامرة ديال خميرة الخبز دوبتها في شوية ديال الماء دافي مع السكر باش يتفاعلوا، 3 المعالق كبار ديال الزبدة دايبة، شوية ديال الملحة والحليب دافي باش نجمع الخليط. صافي، هنا غادي نخلط جميع المقادير في مره واحده، نبقى نزيد الحليب ونعجن العجينه مزيان. بالنسبه لقياس الحليب ما قلتوش لانه كيبقى على حساب النوعيه ديال الطحين، كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. المهم العجينه خاصها تكون خفيفه بزاف، غندلكوها مزيان ونخليوها تقريبا ساعه حتى تخمر مزيان. وهنا الخميره فاش كتفاعل مع السكر والماء دافي هكا تيولي الشكل ديالها، كتكون لينا واحد الروه الفوق. ونسيت ما قلت لكمش غنحتاجو كذلك جوج ساشي ديال الفاني. هنايا دازت ساعة وخمرات العجينة مزيان وطلعت، دابا غادي نبقى نقطعها طريفات متساويين ونشكل كويرات. بالنسبة لي أنا ديما كنستعمل واحد المول في هاد الشهدة، اليوم من الزهر ما لقيتوش، دونك غنستعمل مول صغير باش نوريكم الشكل كي كيكون. والتباقي غادي نديرهم على شكل قريش لاس، تقدروا تستعملوا نفس الطريقة ما يكون مول كبير. المول غادي ندهنو بالزيت ونرش عليه الطحين، والطريقه ديال الطياب
غندخل الفران على 160 درجه من الفوق ومن التحت، وندخلها تطيب ما بين 45 دقيقه حتى لساعه. ما خصهاش تطيب على عافيه بجهده باش ما تحمر ليناش من الفوق وتبقى من الداخل معجنه. وبالنسبه للقراشل، الفران خاصو يكون سخون من الفوق ومن التحت على 180 درجه ما بين 30 حتى 35 دقيقة على حساب. وقبل ما ندخلهم بالفران غادي ندهنهم بالبيض اللي خلطته مع شوية ديال الحليب. وبالنسبة للمسمن غادي نحتاجو 500 غرام ديال الفرس يعني نص كيلو، مع 250 غرام ديال الفينو، شوية ديال الماء وشوية ديال الملحة. ديجا كنت شاركت معكم وصفة ديالو. صافي، غادي نجمع العجينه وندلكها شويه ماشي بزاف. ناخذ واحد البلاستيك اللي هو غذائي يعني خاص بالمواد الغذائيه، ندير فيه واحد شويه ديال الزيت نباتيه ونحط فيه العجينه ونخليها اقل مده ساعتين باش من بعد تسهل عليا الطريقه باش نطلق المسمن. صافي، انا هنا خليته 3 ساعات، وجدت شويه ديال السميده مع معلقه صغيره ديال خميره الحلوى، وذوبت الزبده وخلطتها مع الزيت. بالنسبه للعجينه هكا كتولي مطلوقه بزاف وخفيفه. دابا غادي نبدا نقطع العجينه طريفات متساويين صغيرين ونشكلهم هكا على شكل كويرات حتى نسالي الكميه كلها. دابا غادي نبدا نطلق المسمن، وغنحتاج هاد القطعه اللي كتشوفوا باش نقطعوا شرائح طوال. غادي نطلق داك المسمن ونخليه رقيق بزاف حتى يبقى يبان ليا لو بلون دو طرافاي من التحت. من بعد ندهنو مزيان بالزيت والزبده، نرش عليه هذيك السميده مع الخميره ديال الحلوى، ونقطعوا بديك القطعه اللي كتشوفوا ونجمعوا ونخليه يرتاح. نكمل الكميه كلها عاد نمشي باش نطيبو. الطريقه بالضبط غتتبعوها في لا فيديو. والزين المنعود ما كيف تغيث
عاود قلبي من شافك تاخدي بدتو وانتي السلبة ذاتي شهدت القديد والوفران والجبن والتيت قولوا للا غيثا ولدي جود بصرك على عشيق يم الغيت قولوا للا غيثا ولدي جود بصرك على عشيق يم الغيت قولوا للا غيثا ولدي جود بصرك على عشيق يم وغنطيبو في هاد المقلاة ديال الضو. تقدروا طيبو في مقلاة عادية صافي نسخنها مزيان ونبقى نقرصو هكا شوية غير باش نهبطو يعني ما نقرصوش بزاف ندير هكا واحد شوية ديال الزبدة في المقلاة ونطيبو على جوج جهات ونبقى غادا هكا حتى نتعدي الكمية كلها. وبالنسبة للنقلة ديال الضو ما كاين حتى شي فرق بينها وبين النقلة العادية. انا كيعجبني نستعملها لانها كبيرة وعوض ما نطيب يعني وحدة بوحدة كتهز ليا بزاف مرة واحدة. صافي هذا هو الشكل ديال المسمن فاجطاب. صراحه انا اول مره كنجربو عجبني بزاف هكا الشكل ديالو نخرجو شويه على داكشي اللي مولفين تنديرو كيجي بحال الشكل ديال الرزه ديال القاضي غير شويه غليظ ومذاقو غزال دقتو. وبالنسبه للبريوش جاو على هذا الشكل اللي كتشوفو قبل ما ندخلهم للفران فاش دهنتهم بالبيض رشيت عليهم شويه ديال اللوز جاو رطبين بزاف هكا بحال القطن. صراحه انا كاع ما كيخطاوني كنديرهم عندي في الدار بزاف الشهده جات على هذا الشكل اللي كتشوفوا. بالنسبه للطياب ديالها انا سرقات ليا 55 دقيقه جات محمره ومن الداخل طايبه حتى هي جات رطبه بحال القطن. بالنسبه للتزيين بلاتي وغتشوفوا الطريقه اللي حطيت بها هذه الشهده. والطبله ديال الفطور كانت على هذا الشكل اللي كتشوفوا زدت درت شويه ديال السميده بالحليب مع الكمون حبوب وزيت العود كتكون هكا مزيانه في يمه ديال البرد
وقدمت هذاك الشيء اللي مولفين كان فطروا به في الصباح، الفرماج، البيض، شويه الخضره هكا مطيشه مع الخيار على ود لا فريشور، شويه ديال كونفليكس. المهم انا كنحط الطبله فيها كل شيء وكل واحد كياخذ شنو بغا. فاش كنشارك معكم هذا النوع ديال الفيديوهات، اللي مهم ماشي شنو حطيت في الاكل، اللي مهم هو الطريقه ديال الحطه ديال الطبله مع الالوان والاواني اللي استعملت، وكل واحد يدير شنو بغا. ويلا لاحظتوا المعن كانوا تقريبا كلهم من اكسيون، منهم هذاك الطبسيل اللي في الكحل والبيض، وهذيك لونسومبل ديال الفرشيطه المعلقه والموس، وهذا الايطاجير اللي حطيت عليها البريوش، وكذلك هذا الايطاجير اللي درت عليها موتزاريلا مع الخبز وبسيبان، وكذلك هذا البلاتو ديال الخشب اللي درت فيه المسمن، وحتى هذوك لي فيرين اللي فيهم الزبده والكونفيتور، وهاد لي زاردواز اللي درت فيهم الفرماج مع مطيشه والخيار حتى هما من اكسيون، القراعي ديال الماء وديال جو دورانج، وحتى هادوك الطبيسلات الصغار اللي على شكل هكا بريرداد، وهاد المعلقات اللي درت فيهم الموتزاريلا حتى هما من تما. دوك تقريبا الطبله كلها غير بعض الاشياء فيها صراحه اشياء زوينين وكذلك رخاص. ولا بغينا نقدمو هكا شي مائده كتفتح النفس او هكا خاصه بالعرادات والمناسبات، ماشي ضروري اننا نستعملو اواني هما يكونوا غاليين، ولو يكونوا كاع رخاص خصنا نكونوا كنعرفو غير ننسقو ما بين الاواني اللي عندنا وكذلك الالوان. وبالنسبه لهاد لي بيبيت هادو اللي غرستهم وسط موتزاريلا، عمرتهم بزيت العود، ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو ديال اليوم، تكونوا كذلك استفدتوا وخديتوا فكره. وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم باش حتى هما يستافدوا. الى عندكم شي سؤال خليه لي في لي كومونتير، ان شاء الله باذن الله قريب نتلاقاو في فيديو جديد. خليتكم على خير، تسلاموا.